عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نفصل معكم هاد المونطو كروازي صديفات. هنايا عندي الثوب دايره في الطول ديالو حيت في العرض كيتيري، ما نفصلش هذا الظهر والامام في دقه واحده، على حسب عندي الثوب كيتيري شي شويه، غادي ندير الداخل في الخارج باش يخرج لي ايفازي، مولاتو بغاتو يجي ايفازي. هنا هذا هو الطول ديالو، هذه هي الحاشيه فين هي من جهتي. غادي نشد دابا الطول ديالي من هنا، هذا الثوب ديال البرد ديال الكشمير، هذا هو التالي ديالو كما كتشوفوا معايا هنايا. غادي نشد الطول، عندي في الطول 123، هنا راه ما مقاش. هنايا غادي نزيد 4 سنتيم ديال لوغلي من التحت، هيا فين عندي، وغادي نزيد 4 ديال السنتيم. غادي نخلي هنايا الكروازي ديالي، غادي نشد 8 سنتيم ديال الكروازي، هادي ما غنحسبوهاش في العبارات. وهاد السنتيم ديال الحاشيه ما غاديش نحسبو، هذا هنايا راه سنتيم كاين فيه هاد التقيبات، ما غاديش نحسبوه. هاد 8 سنتيم هادي ما نحسبوهاش، غنشدو من العبار، غنشدو من هاد الخط هذا، غندير خط هنايا، خط مستقيم. دابا غنحط العبارات ديال الكتاف، عندي في الكتاف عندي 19، ونزيد سنتيم ديال الخياطة، نهبط هنايا 3، نهبط هنايا 21، نجي قبالتها هنايا ندير 21، ندير خط، عندي الصدر عندي فيه 25، ونزيد 2 سنتيم ديال الخياطة، هنا غادي نزيد 2، على حساب هاد الكلية أنا أول مرة غادي نخيط لها. غنهبط هنايا 14، وهنا 14، هنا عندي 24 في البطن، والحوض عندي 28. غادي نجيب البيستولي ديالي وغادي نسال هنايا بخط من هاد النقطة هادي هنايا، الدورة ديال العنق غادي ندير 7 سنتيم، مولاتو مبغاتوش يجي محلول بزاف العنق، مبغاتوش يجي كبير، على حساب غيكون عندو داك كول شوميز كبير، غيجي طالع. غنديرو ندير لها 7، ونهبط هنا في الظهر غنهبط 2 سنتيم، صافي، وندور هكا. وهاد الخط هذا غادي نديه هكايا، غندير لها الطريقة هادي، خط مستقيم، ونلاقي هاد النقطة هادي من هنايا. هنا في الإيفازي راه درت لها 49، هنايا كنحسبو من هاد الخط هذا، درت لها 49 في الإيفازي من التحت. هنا غادي نصير هاد النقطة هادي اللي علمت هنايا ديال الإيفازي، غنصيرها مع هاد النقطة ديال الحوض. دابا نجيب هاد الثوب اللي بقى لي هنايا،
وغادي نقلبو، نشدو على هاد الطريقه، وهاد الجهه هادي اللي هنا مسدوده غادي نردها لعندي. صافي وغادي نقادو هنايا، وغادي نحط عليه هذا، هادو ديال الامام غادي نحطهم. هاد 8 سنتيم غادي نطويها، ما غاديش نحسبها هنا في الظهر. هنا كنقادو هاد الامام، كنقادو على الخلف. هنا شديت هاد 8 سنتيم، شديتها بالبانكات هنايا كما كتشوفوا، وكنجيبو هاد الحرف هنا مع الظهر مقادد، وهنا كنطلعو الثوب حتى كنوصلو لهنا للتالي. كيبقى لنا هنايا غير فين نديرو التركيز ديالنا. صافي على هاد الطريقه هادي. من هاد الجهه هادي ديال هذا الخلف غادي نزيد فيه هنايا جوج سنتيم، باش بلا ما نقطع من هذا ديال الامام جوج سنتيم. صافي كنزيد هنا جوج سنتيم، هي هادي. هادي هي جوج سنتيم ديالي اللي غادي نقص من هنا، غنزيدها هنايا دابا. وكنجيب الدورة ديالي ديال الخلف على هاد الطريقة. هنا غنجيب المثلث ديالي وغادي ندير خط هنايا، غنجي لهاد الجنب هنا، غادي نطلع 3 سنتيم باش ما يجينيش طايح من الجناب، وغادي نصيلو لهنا المنتصف ديال الدوفر. صافي دابا غادي نحيد الظهر وغادي نكمل على الامام ديالي. غادي نهبط هنا 9 ديال السنتيم، وندير خط هنا مستقيم. وهادي غادي نسيرها لهنايا، ندورها هكايا. غنجي لهنايا غنهبط هنا 14 وندخل جوج سنتيم، وغادي نطلع هنايا نخرج هنا زيرو، وغادي ندور من هنا ونخرج هنا زيرو. صافي هاد جوج سنتيم كنحيدوها باش ما كديرناش هنايا داك التكشكيشه، ملي كنجيو لابسين ما كيجيش هكايا المونطوم داير هاد التبواق. دابا غنعبر التركيز ديالي غنشوف شحال فيه، عبرو هكايا عندي 28. نطراسي البلاصه ديال الجياب ديالي، غادي نهبط من هنايا من التركيز، غادي نهبط هنا 15 وغادي نجي لهنايا، غادي ندخل واحد 8 سنتيم من هاد الجهه هادي. من هاد النقطه غادي نهبط 14 باش ندير في الجيب 14، ومن هنايا ندخل 6 سنتيم. غادي نخلي 3 سنتيم ديال جيب باسكوالي هنا، عندي 3 سنتيم، وغادي ندير خط. طبعا نطراسيه في الوجه، صافي انا طراسيتو دابا في الوجه. هذا غنضربو عليه، هادو هما الجياب ديالنا. هنا غادي نفصل بعدا التبطين ديال الامام.
على حسب عندي التوب كبير غيبقى لي هنايا الكمام فهاد الجهه، الا كان التوب ناقص تسبقوا الكمام هما اللوانه، داك الساعه تبطين عاد تولي توصلوا التبطين. التبطين واخا يجي فيه هكا الخياطه من الداخل معليش، الا جاكم ناقص في الطول يمكنكم تزيدوا فيه. دابا عندي التوب انا كافي، غادي نفصلو نفصل التبطين هو الاول. الا كان عندكم التوب فيه 3 متر في هذا الموديل راه كافيكم، كان جوج ونص راه غادي تقادوه داك الساعه. الا كانت طايه صغيره راه غير جوج ونص كافي. غنجيب هاد الحاشيه هادي مع الحاشيه نيشان، هاد الجهه هادي ديال الكتف، هذا هو الكتف عندي ديال الدوفا. غادي ندخل هنايا واحد 8 سنتيم، عرض ديال التبطين هنايا غادي ندير فيه 17 صافي. دابا غادي نحيد الدوفا ونحط هنا 17 ديالي. صافي هنا الا بغيت ندخل واحد سنتيم ولا سنتيم ونص باش يجيني بحال لي مضايف، ما بغيتوش راه كتخليه غير هكا. صافي هذا هو التبطين ديالي كما شفتوا، راه طريقه سهله ومبسطه. الا تبعتوا معايا بالخطوات راه ان شاء الله تفصلوا المونطو، واخا تكون اول مره غادي تخيطوه. هنا راه كنبغي نشارك معكم جميع المعلومات اللي كنعرفها، كنحاول نشاركها معكم وكنحاول تنبسطها باش تفهموا اكثر اللي عاد بادي في الخياطه. هنا دابا هو بقى لي هنايا التوب هذا، غادي ندير الكمام، غنجيب هكا هاد الطرف ونطويه ونخرج الكمام ديالي من هنا. هنايا غادي نصاوب الكمام ديالي، انا طراسيت هنا خط حيت ما كانش عندي التوب مقاد، هبطت هنايا 13 ها هي الطول ديالكم عندي 57، غنحط 57 ها هي عندي هنا، ونزيد 3 سنتيم ديال لوغلي هي هنايا، نحط 14 ديال الموش من هنا ديال العرض ديال الموش 14 راه بالخياطه عندي حيت مولاتهم ما بغاتهوش يجي واسع، يجي مجموع من جهه الكمام. الدوره ديال الدراع عندي فيها 18، غادي نهبط من هنا واحد 8 وغادي ندير نزيد سنتيم ديال الخياطه غندير لها 19 نشدها هنايا فهاد القنيه هنايا هاد الدوره هادي، نحاول نقادها من هنايا باش تجيني مع هاد النقطه اللي درت هنايا باش نحيد هاد جوج سنتيم اللي عندي هنايا. هنا غنجي لهاد المسافه هادي، هنا راه عندي 26 غادي نقسم هادو على جوج. هنا غادي ندخل هنا سنتيم هاد الجهه الفوقانيه، غادي ندخل سنتيم هنايا نخرج سنتيم هنا وهنا غادي ندخل سنتيم صافي. وغادي ندي هاد الخط هذا غادي نديه لهنا للراس، وغادي نجي ندور هنا نمشي مع نجي لهذا الخط اللي هنا في الوسط، نجي هكا ندور هنا
صافي على هذه الطريقة هذه. هنا غادي نعبر شحال عندنا. هنا راه عندي 28 اللي قلت لكم عندي في الدوره ديالكم، على حسب ما كيتقطع راه كيتزادوا 2 سنتيم. هنا غادي نحل هكا، نعلم هنا ونقص سنتيم من هاد البلاصه هذه من هنايا، غنجي لهنايا نخرج الزيرو هنا. هذه هي اللي غتكون الجهه ديال الامام، اذا كنزيدو نقصو من هذا سنتيم باش ما يجينا تما داك التبواق، يجي هو هذاك. دابا غندوز نفصل الجهه. هادو الكمام راه كنقطع هكا قطع 4، وعاد ملي كنخيطهم كنقادهم كنكون كندير لهم السورجي. هنا راه درت في الطول ديالهم 30، وهنا العرض كديري 21، ولا انا عندي هنايا 22 حيت هذا هنا راه ما مقادش خارج. المهم انا حتى كنخيطو عاد كنقادو داك الساعه بالمقص نقطع منه ونقادو بالسورج. غندوز نوصل الكول الاوفيسي، جاي طالع جاي عالي في العرض ديالو. غادي نعبر هنايا الدوره ديال الخلف، كنجي لهاد الدوره هادي ديال الخلف، كنشد من هنا وكندور. عندي 8 ديال السنتيم، وغنجي لهادي ديال الامام وغادي نعبرها. ما غنعبرش غير حد هنا، غادي نعبر حتى لهنايا حتى للتالي على حساب الكول. عندي جاي شاد داير جاي كروازي حتى هو، غادي نشد هنايا نخلي هاد 8 ديال الخلف وغادي ندور هكا بهاد الطريقه. هنا عندي انا في الدوره ديال العنق عندي فيها 29 حيت هاد الحاشيه راه ما غتحيد 29، وغنجي هنايا وغادي نحطها تكون عندي 29. راه كافيني. غادي نطوي هذا هكا على جوج باش يوليو عندي 4، وفي العلو ديالو في العرض ديالو غادي ندير فيه 8 سنتيم وسنتيم الخياطة هي 9، غندير 9. هنايا 29 عندي هنا، صافي. وفي هاد القنيت هذا غادي ندخل هنايا واحد سنتيم ونص من هاد البلاصة هادي باش يجيني مدور، باش يجيني داير. من هنايا غنهبط عاود واحد 3 سنتيم، ومن هنا غادي ندخل 3 سنتيم هكا على هاد الطريقة هادي، وغنجي وغندور هكا باش يجيني داير. صافي هذا هو الكول ديالي. غنجي لهاد الجهة هادي اللي غتكون لاصقة من جهة الأمام، وغادي نقص منها 1 سنتيم. ومن هنايا غادي نخرج لهنايا زيرو لهاد البلاصة هادي. صافي هذا هو الكول ديالي. غادي نعلم هنايا الملتصق ديالو، ندير فيه كرانه. صافي هذا هو المونطو ديالنا. مازال غادي نفصل معاكم ان شاء الله الدوبلور ديالو، نوريكم الطريقه ديال الفصاله ديال الدوبلور. راني وريتكم في واحد المونطو زرق راني حاطه حتى هو في القناه، وغازيد نوريكم في هذا باش تزيدوا ان شاء الله. اللي ما شافش هذا كيشوف هذا، واللي جاتو شي طريقه سهله يتبعها.
ونتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقة، وتدعمونا ان شاء الله بالاشتراك وبجيم وبالتعليقات ديالكم الزوينة اللي كتفرحنا الصراحة، وكتزيد تعطيني نزيد نعطي ان شاء الله اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.